بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبناء الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أستكمل سويا شرح الدروس مادة الحديث والسيرة. الدرس الخامس: حمد الله بعد الطعام والشراب. كما ترون يا أبناء الأعزاء هذه النعم والخيرات. بسم الله ما شاء الله. من الذي تفضل علينا بهذه النعم؟ من يا أبطال؟ أحسنتم، الله سبحانه وتعالى. كيف نحافظ على هذه النعم؟ كيف يا أبطال؟ أحسنتم، بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. ما جزاء من شكر الله على نعمه؟ أحسنتم يا شباب، يحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى، يحصل على رضا الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. أقرأ الحديث لأتعرف على ذلك. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. مرة ثانية يا أبناء الأعزاء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. معنى هذا يا أبناء الأعزاء، كما تعلمون أن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يا أبناء الأعزاء؟ أحسنتم، 10 سنين. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد. وكما تعلمون يا أبناء الأعزاء، أن رضا الله سبحانه وتعالى من أعلى الدرجات. رضا الله سبحانه وتعالى على العبد من أعلى الدرجات. وإذا رضي الله عن العبد أمر ملائكته أن تنزل إلى السماء، تجعل جيران وأحباب هذا الإنسان وكل من يعرفه، يضع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم القلوب لهذا الشخص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، ومن رضى الله عنه جعل عباده يرضون عن هذا العبد. ذلك إن الله سبحانه وتعالى يرضى العبد متى؟ عندما يأكل الأكلة، طعام فطور غداء عشاء، أو يشرب الشربة، يشرب ماء عصير حليب أو نحوه، ويحمد الله سبحانه وتعالى بعد الطعام أو الشراب. لذلك يا أبناء الأعزاء، ينال من الله سبحانه وتعالى رضوان عظيم من الله، والرضوان هو درجة عالية من الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد، لأنه يحمد الله على هذه النعمة سواء كان الطعام أو الشراب. ننتقل بعد ذلك إلى أتعرف على معاني الحديث. إن الله لا يرضى عن العبد، أي يحصل العبد على رضا الله تعالى، هو من أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات في الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد، يرضى عن هذا العبد، لأنه يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. لولا هذه النعمة لهلك إيه؟ لمات الإنسان، هذا الإنسان هلاك والموت، سواء الطعام أو الشراب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ورضوان من الله أكبر. شوف، رضوان من الله أكبر، يعني قد يكون رضوان وكذلك قد يكون أفضل، أعلى كذلك من هذا الرضوان، أكبر. هذا الجزاء من عند من؟ من عند الله، لأنك حمدت وشكرت الله على نعمه، فبالحمد والشكر تزداد النعم. يأكل الأكلة، الأكلة الواجبة من الطعام، فطور غداء عشاء، فيحمده عليها، أي يقول بعدها الحمد لله، الحمد لله، أو تقول الحمد لله طيبا مباركا، أو تقول الحمد لله الذي رزقني وأطعمني من غير حول ولا قوة. كل هذه حمد لله سبحانه وتعالى. ويشرب الشربة، الشربة المرة الواحدة من الشرب. هل يكفي أن أقول الحمد لله فقط مرة واحدة؟ نعم، إذا قال العبد الحمد لله فهذا يكفي، يكفي أن تقول بعد أن تشرب أو تأكل تقول الحمد لله. وفي عبارات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. أو تقول كذلك: الحمد لله أطعمني وسقاني من غير حول ولا قوة.
ترجع الفضل والمنة لمن؟ لله عز وجل. أتعرف بعد ذلك على الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه. اسمعوا يا أبطال، أحسنتم. من يا شباب؟ أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أنس بن مالك الأنصاري من أهل المدينة ابن أم سليم. اقتداءه بالنبي من محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرصه على الاقتداء به لأنه خدمه فترة طويلة كما تعلمون 10 سنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني هو من؟ أنس بن مالك، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. عبادته، كان يهتم بالصلاة. قال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في السفر والحضر، يعني يشهد له كذلك العالم الفقيه ابن سيرين أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس بن مالك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في كذلك في الصلاة، سواء في السفر في الغزوات أو في المعارك زين، أو في الحضر أي في المدينة النور أو. فكان أكثر شبها بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ننتقل بعد ذلك يا أبطال إلى فكر على أي شيء يدل حمد المسلم ربه عز وجل بعد انتهاء من الطعام أو الشراب، على أي شيء يدل؟ هيا من يعرف يا أبطال؟ أحسنتم، يدل على مدى شكر العبد لله سبحانه وتعالى على هذه النعم من الطعام ومن الشراب أو غيرهم، أن العبد فعلا يدل على العبد يشكر ويحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيم. تعلمت أن من قال الحمد لله بعد الطعام أو الشراب قد حصل على ماذا يا أبطال؟ قد حصل له من رضوان الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك أبنائي الأعزاء إلى تكوين درسنا. أختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يأتي. كان أنس بن مالك يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ وجهه، صلاته، هيئته. أحسنتم يا شباب، في صلاته. ب: بعد فراغ من الأكل والشرب يكفي أن أقول الحمد لله 3 مرات، مرتين، مرة واحدة. أحسنتم، مرة واحدة. أكملوا الفراغ الآتي بما يناسب: إذا أكلنا أو شربنا فحمدنا الله تعالى على ذلك نحصل على الأمر العظيم، هو من يدري أبطال؟ أحسنتم، نحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى، نحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى. ثلاثة: نعم الله علينا لا تعد وتحصى، أكيد ولا أحد منا ينكر ذلك. أذكر 3 من نعم الله علي وأنا أكل، من يدري أبطال؟ أحسنتم، الأولى نعمة الطعام، الثانية نعمة الشراب، الثالثة نعمة الصحة والعافية، الرابعة نعمة الأمان. كل هذه نعم يا أبطال لابد علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. النعم مرة أخرى يا أبطال: نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الأمان، نعمة الصحة والعافية، نعمة الرزق، الله سبحانه رزقني بها كل هذه الخيرات. إذن يا أبطال، إلى هنا ننتهي من درسنا يا أبناء الأعزاء. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم بإذن الله على خير في الدرس المقبل.